نحكي عن رياضة مهمة جداً بحياتنا، كيفك أنت رياضة الدفاع عن النفس؟ مو مجربتها بصراحة أو ملا جربة. طبعاً هي من الرياضة الشعبية بالمجتمع، ولكن يعني نقول شعبية هذا ما بيعني أننا معنا بحاجة لتدريب ولا تركيز لحتى ننجح فيها بحياتنا العملية، يمكن نحتاجها. أكيد اليوم بنشوف في إقبال كتير كبير من الشباب والصبايا على هي النوعية من الرياضات وحتى الأطفال، وهي رياضة يمكن بتختلف موجودة لحتى تناسب كافة الأذواق وإلى فوائد كتيرة، بتدرب الجسم وبتعطيه لياقة مناسبة، وكمان هي بتحتاج لمجهود كتير عالي وتركيز. طيب شو هي الرياضات وكيف بنختار الرياضة اللي بتناسبنا؟ رح نعرف تفاصيل أكثر مع مدربة الرياضة سنابل سلمان. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الفل. هلا هداك اليوم أخذنا يوغا صاولت لنا كم حركة على الهواء. كنا رواء وفرح. تماما. كنا عم نحكي مع حدا تاني كوتش يوغا فصاولت لنا كم حركة على الهواء. اليوم عم نحكي عن الدفاع عن النفس. في تجربة اليوم؟ بتحبي في تجربة؟ هلا ما بدها. خلينا نروح لنحكي عن هي الرياضة وشو أهميتها بحياتنا وشو هي بالضبط؟ هلا بداية رياضة الدفاع عن النفس هي رياضة وقائية، يعني بتحمي الفرد أو بترد الأذى عنك، دائما هو هذا المتعارف عليه. كثير من الأشخاص بيمارسوها، في أشخاص بيمارسوها بس بهدف إنه يقوي الذراعين والقدمين، في منهم بيمارسوها بس مشان إنه رياضة عم قوي الجسم، وفي عالم ثانية لا عم تمارسها كرمال عن جد تدافع عن حالها وتكون بأي موقف تتعرض له هي قادرة إنه ترد الموقف، ترد الأذى بالأذى. تماما. هلا هي أنواع كثير متعددة، هلا الأكثر شيوع اللي متواجدة هون عندنا بسوريا عم يكون أول شيء الكاراتيه اللي هي لعبة تتسمى القبضة الفارغة لأنه هي بتكون خالية من أي سلاح، أنت عم تستخدمي بس جسمك، الذراعين، القدمين بس. في التايكوندو اللي هو كانت بكوريا، هن بلشوا فيها بكوريا نتيجة الحروب الدائمة اللي كانت تصير، فهنا صاروا بدهم إنه أسلوب دفاعي دافعوا عن نفسهم بالمشاكل وبالحروب. في عنا كمان غير التايكوندو كان في الجودو، هي كمان لعبة يابانية، هي كتير قاسية وفيها إنه أنت لازم الخصم تسيطري عليه، لازم تخضعي عليه بالمنافسة. في كمان عنا غير الجودو عم يكون في الملاكمة، عم يكون في كمان ألعاب هي مانا كتير شائعة بس أنت بتكوني سمعانة فيها بس ما فيها كتير ممارسة، مثل الكونفو مثلا. الكونفو هي رياضة كمان صينية، أخذوا الحركات شائعة تبعها شائعة جدا ولكن قليل اللي بيشتغلوا عليها. هي حتى يعني الحركات تبعها تاخدت من الحيوانات، كيف النمر والنسر بيكون في عندهم آلية دفاعية، هن بالصين أخذوها منا لهي الرياضة. في النينجا اللي كثير هلا رجعت بعد سلاحف في النينجا، الأولاد صاروا يحبوها بس هي كثير مؤذية لأنه فيها مثلا ممكن يصير في استخدام أدوات حادة فيها إذا غير الرياضات الثانية. هلا الكاراتيه، التايكوندو، الملاكمة، الكيك بوكسينج كمان عم يكون فيها ممارسة كثير حلوة لأنه كمان هي دفاع عن النفس. هي هن اشهر الرياضات اللي هي بتكون فيها دفاع عن النفس. تمام. يعني عددنا رياضات عديده اليوم ممكن يلجؤوا لها الاشخاص لحتى يمارسوا هي الرياضه ويدافعوا عن حالهم، خصوصا انه بنسمع انه هي الرياضات بتكون عنيفه نوعا ما. طيب شو هي الرياضات يلي بتناسب اليوم الاطفال؟ اي فئه عمريه او اي عمر انا بقدر ادخل طفلي ليتعلم هيك نوع من الرياضه؟ هلا اول شيء الاطفال هن اي رياضه بدك تدخليهم فيها انت فيك تبلشي فيهم معهم من عمر الاربع سنين. هلا الخطا الشائع دائما مع الاطفال انه بيعتمد على اهله انه هن بدهم يدافعوا عنه، والاهل بيقولوا له انه انا بدافع عنك ما تخاف. هي اكبر مشكله بتكون انه مع الاطفال انه تعودي انه انت انا بدافع عنك، هو هذا خطا كثير. لازم خلص هذا الطفل انت مانك دائما معه، هو مانه دائما معك، فلازم يطلع على البيئه الخارجيه يكون قدران انه يدافع عن حاله. هلا العمر من عمر الاربع سنين كونه بيكون طفل ومبلش بعمر صغير هو ما بيكون بيعرف شو الرياضه اللي بده يحبها او اللي بده يمارسها، يفضل صحيح. دائما انت مثلا الرياضات المتواجده تاخذي درسين يتدرب مع المبتدئين، حب الرياضه اللي بيحبها وقت بتوجهي عليها، مثلا ممكن تاخذي على الكاراتيه درسين، التايكوندو درسين، تشوفي هو شو الشيء اللي مالي عليه، شو الشيء اللي حبه اكثر، هون بقى بتاخذي انه يروح بهذا المجال اللي هو فيه. والرياضات هي الأنسب شيء للأطفال التايكوندو، الكاراتيه، الجودو شوي قاسي عليهم وكونوا لسه بيكونوا صغار، فلا يفضل دائما كاراتيه أو تايكوندو. الأهل بفضلوا الكاراتيه لأنه بحسوها أنسب وأهدى. شائع أكثر شيء كوتش وقت عم نحكي عن رياضة الدفاع عن النفس اليوم بحاجة للتدريب وفي أساسات، يعني اليوم
مو اي حدا يعني، ما انا بشكل عشوائي او اعتباطي القصه، شو اهم الخطوات لتعليم هي الرياضه؟ هلا اكيد اول شيء الخطوات الاساسيه، انت بدك اهم شيء المتدرب يلي معك يكون عنده ثقه بنفسه، تعززي له الثقه بنفسه، لانه كثير ردات الفعل مهمه. يعني انت لازم وقت المتدرب يلي عندك، هلا في كثير اشخاص بيكون عندهم ثقه بنفسهم بس ما عندهم قوه بدنيه، بس هي الثقه بالنفس هي اللي بتساعدهم. وبنفس الوقت اشخاص بيكون عندهم قوه بدنيه كثير بس ما في ثقه بالنفس، ما بيستفيدوا ولا شيء من القوه البدنيه تبعه. فكثير مهم اول شيء انت تعتمدي انه تعززي الثقه بالنفس، تنمي ردات الفعل عند الشخص، التركيز، لانه كثير التركيز مهم، بدك تعرفي انت وين الضربه بدها تصيب، وين بدك تضربي، في حال تعرضتي لهذا الموقف شو العضلات اللي بدك تستخدميها لحتى تأذي الخصم يلي معك. فهذا الشيء كتير أساسي، لازم شوارع طبعا انت وقت بتتعرضي لموقف خلص يعني بدك تنفدي، بدك تنفدي يعني شو ما كان حتى لو شوارع. طيب اليوم التدريب على هي الرياضات برأيك هل هو بده وقت كتير طويل حتى الشخص يتقنه أم لا؟ هلا اي رياضه بدك تمارسيها اكيد بدها وقت واستمراريه، وبالاخص هي الرياضات قلت لك انه بدها كثير تركيز وردات فعل، فهذا التركيز والردات الفعل ما بيتنموا غير مع الاستمراريه. طيب بالاسبوع كل قديش لازم نتدرب؟ بالاسبوع على الاقل 3 ايام. 3 ايام دائما لازم يكون في 3 ايام. الطفل قديه مهم يعني، مو بس انك تدربيه او تاخذيه بعمر صغير، قديه مهم المتابعه اليوم. يعني صرنا نشوف للاسف حوادث اليوم كثير بشعة عم يتعرضوا لها الأطفال، كان بالمدارس كان بالشوارع، فاليوم مهم نحن ندربه يدافع عن نفسه ومو يؤذي، صح؟ أكيد أكيد أكيد. بس أنت أنا شو قلت لك؟ رد الأذى. أنت ما عم تأذي، عم تردي الأذى اللي عم يجيكي. هلأ هي بالأساس نحن شو حكينا؟ أول شيء هي رياضة دفاعية، قلت لك هي أول شيء هي وقائية، أول كلمة قلت لك إياها هي رياضة وقائية. هي شيء ثاني، أنت أي مدرب بتفوتي لعنده أول شيء رح يعرفك إنه الرياضة هي بالأساس أنت بدك تكون في أخلاق فيها، انضباط. هلأ الأشخاص اللي بيكونوا بيمارسوا بيكون عندهم انضباط كتير، بيكون عندهم سيطرة على السلوك كتير، غير الأشخاص التانيين اللي بيكونوا ما بيمارسوا هاي الرياضات. فأكيد أنت لا، بس الطفل لازم هلأ حتى يعني في كتير من الأهل الخطأ الأساسي، مثلاً راحوا عم يتمرنوا، الولد مثلاً رجع حس بوجع او المدرب شوي شادد عليه بيقول لك انا ما بقى بدي اروح، الام تقول له لا خلص ما بقى تروح عم تتعب. هون غلط، يعني انت مثل ما قلتي انه عم يكون في حوادث مؤسفه. صحيح. فلا لازم الواحد يدافع عن حاله. انا ما قلت لك اذى، اكيد ما في اذى، يعني حتى الضربات ممكن ما يكون مؤذيه. يمكن الطفل بسن ما ينغر انه انا اليوم بطل فبدي فرجي، بس حتى هي حتى هي من خلال بالنهاية بالتدريب رح يكون في هيك، رح يكون في كتير انضباط فيه، فهو بيعرف كيف بده يضرب. يعني حتى الضرب ممكن بس هو لحتى يرد الشخص. صحيح. عنه ما يأذي. طيب كوتش سنابل، اليوم في حال صار إصابات بين الأطفال أثناء التدريب، كيف بتتصرفوا اليوم مع الموضوع؟ إصابات خلال التمرين؟ تمام. هلا لكي أي رياضة معرضة إنه يكون في أكيد. إصابات، بس أكيد هلا أنت وقتها أول شيء دائما بقول لك الإحماء هو أهم شيء. الإصابات هلا حسب الرياضة اللي عم يلعبها. هلا الرياضات مثلا الكاراتيه هي حركات تقديرية، بتكون إنه أنت على هذا البعد بدك توقف. تايكوندو بيكون في واقيات، واقيات للفم، خوذة، كل هاي القصص بتحمي الطفل. إجراءات وقائية. هي إجراءات آمنة. أي لعبة بيكون فيها. فبتتخفف كتير الإصابات فيها. طيب كنت خبرينا عن البنات اليوم بهي اللعبة شو؟ هي أكبر مشكلة عندنا دائما للأسف الأهل بيربوا البنت إنه روحي على النادي تسمني أو تنحفي تضبطي جسمك. أكثر أصيب عليه. هي يعني هي الشيء الأساسي، وهذا أكبر غلط، لأنه هلأ بهذا الوضع إنه كتير مهم البنت يكون على الأقل عندها تتعلم الحركات الدفاعية الأساسية. انه ما بدك تسجلي انت، ما مطلوب منك انك تكوني احترافيه مثلا باي لعبه، بس كثير مهم انه يكون في عندك حركات دفاعيه بحال تعرضتي لاساءه لاي شيء. ما ترجعي على البيت تقضيها بكي اسبوعين ثلاثه وما بقى تنزلي من البيت، لا تقدري تدافعي عن حالك. يكون في عندك، اهم شيء السيدات او باي عمر يعني لازم يكون في عندها حركات دفاعيه تتعلم. هلا في الكاراتيه والتايكوندو هن اسهل شيء للبنت كمان، والملاكمه عم تكون كثير سهله وحلوه كثير ممتعه. فلازم البنت تتعلم انه انت اذا صار معك هذا الموقف بيتنمى عندها رد الفعل. اي موقف، حتى الخوف ما بقى بيصير عندها خوف انا اذا طلعت اذا رحت اذا اجيت ممكن اتعرض لموقف، لا عادي اي شيء انت فيك تردي. يعني هي الثقه بالنفس، برجع بقول لك انه اهم شيء تتعزز الثقه بالنفس، وبالاخص عند البنات. البنات هلا يعني للاسف بيشوفون الاشخاص انه قوة بدنية ضعيفة. صحيح.
انه يلا انا فقدت انه ثقه بيقولوا ممكن يعني هيك بالعكس هيك يعني. هي على فكره هي الرياضه بتعزز لك الثقه وبتعزز حتى الانوثه لانه انت ما دخل الانوثه بانك تقدري تدافعي عن حالك تمام. يعني هلا حلوه الانوثه انه مثلا يصير موقف وارجع عم ببكي ولا اكون مدافعه عن حالي ولا ارجع تكون مدافعه عن اكيد يعني الانوثه وقتها ما راح تفيدني ابدا تمام. ويمكن كثير من الصبايا بيخافوا من هذا الموضوع بيقولوا لك انه ممكن هي الرياضات ضخم جسمي تصير في عندي عضلات، شو رايك بهذا الموضوع؟ لا هلا لكي دائما هيك بيفكروا. هلا مثلا انتبهي اللاعبين تبع كمال الاجسام بيكونوا عم ياخذوا نظام غذائي وبروتينات وكثير قصص وما عم يتضخموا، فالبنت دائما انه لا بلكي تضخمت. بالعكس صحيح هي رياضات الدفاع عن النفس رياضات كثير بتعمل على شد الجسم، يعني ما في كتلة عضلية اكيد لانه هلا حتى اذا بدك تبني كتلة عضلية بده يكون مترافق مع نظام غذائي والنظام أكيد. الغذائي بده يكون كثير يعني عالي، فلا اكيد مثلا هي اهم شيء. بالعكس يعني هي حتى الرياضات الدفاع عن النفس لياقة بدنية بتكون كثير عالية، التركيز بيكون كثير عالي، انك انت تضبطي حالك بسلوك ممكن يصير قدامك كمان بيكون بيتمرنوا عليه انه انت بدك تضبط حالك هون. التركيز مثل ما قلت لك اهم شيء التركيز، يعني انت بدك تركزي وين بدك تضربي، هي كله هيك بيعزز عند البنت التفاصيل الاساسيه. فلا هو ابدا ما في كتله عضليه، بالعكس يعني هو بيعمل حاله ذهنيه كثير منيحه، بيعمل ردات فعل، انت ممكن اي ضربه تصيبك فورا بتصير بتعرفي كيف بدك تردي كيف بدك تتحركي. بالعكس ابدا ما في اي كتله عضليه بتمرنها غير اذا قلت لك مع الغذاء هون شيء ثاني، او اذا هي الشخص اللي بدها تتدرب هدفها. بس هي الرياضات اصلا بتحرق كثير، يعني هي كرياضات بتحرق انت وقت بتكون ايه مثلا في حركات انت بدك يعني هي قوه مع ذهن، يعني كل شيء عم يشتغل مع بعضه فهي فيها حرق كثير عالي. طيب كوتشكي بنصائح اخيره لك لحدا اليوم عم شوفنا وحابب انه يتعلم اي نوع من انواع الرياضه، شو هي هيك نصيحتك له؟ هلا اهم شيء دائما اول شيء انه الاهالي كثير مهم انكم دائما يكون في هي الرياضه، هي ما انا بقى رفاهيه، لا هي صارت حاجه بهذا الوقت، فكتير مهم انه انت كرمال تحمي ابنك تحمي بنتك كتير مهم انه لازم يكون في تندرج هي الرياضه انه هي بشكل دائم يكون في تدريب منها من الصغر للعمر. يعني هلا حتى في الاشخاص عملوا دراسه بين ال40 وال60 سنه، هدول الاشخاص هذا العمر كانوا بيمارسوا رياضات دفاع عن النفس، شافوا انه هن كعمر صاروا اصغر بثلاث سنين من يلي عم بيمارسوا رياضات هاديه. فكثير هي مهمه هي الرياضه، كثير مهم، يعني قلت لك هي صارت حاجه ما بقى بس رفاهيه. انت اي موقف انه بالنهايه لحدا رح يضل مع ابنه وابنك مو دائما معك، فكثير مهم يعتمدوا على حالهم ويشيلوا مسؤوليه، يعرفوا انه انا اذا صار معي موقف فيني اني دافع عن حالي، فيني اني اتخذ الاجراء المناسب بدون اي خوف. تمام، بالختام نصائح كثير مهمه، بدنا نشكرك كثير الكوتش سنابل سلمان، نورتي صباحنا. شكرا كوتش، ودائما هيك بنقول الرياضات كثير مهمه، ولكن احنا اليوم ما عم نشجع على العنف، هي عم نقول احنا رد الاذى. شكرا لك كوتش ولحضورك لليوم.